اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، مرحبا بكم عند عيادة الأريج للتأهيل الحركي والوظيفي. شكون اللي ما عرفش عيادة الأريج؟ راهي مشهورة يعني، درت لكم قداه من مرة فيديوهات عندها، لكن المرة هذه فيديو بطابع خاص وبنكهة خاصة، لأنه غيروا المقر، بدلوا العتبة، بدلوا المقر تاع العيادة تاعهم، زادوا حوايج جدد بزاف. كاين حوايج هما نفسهم تاع بكري كيما نقولوا المساج وهذيك، وكاين إضافات جديدة. كاين سيرتو جاكوزي والحمام والساونا وهذو حوايج سبا، ما كيزيدو سبا روعه يعني، ما شاء الله صراحه والله ما قعدت باش نروح نجرب ميتة على حمام، قالوا لي عندهم كياسه حاله. المهم اول حاجه ركزوا عليها على العنوان، نبداو بالعنوان. هذه الواجهه تاع الكابي، هاي ليكم عياده الاريج. حاجه جديده والله اللي ولات، انه ولاو عندهم النساء وحدهم والرجال وحدهم، يخدموا يوم كامل مش كيما بكري، يخدموا من 8 ل 5. هذا الكوتي تاع النساء، هاو الباب مدخل تاع النساء، والكوتي الاول تاع الرجال. شافوا شتو وين كانوا بكري؟ كانت وراو ياليدين، دوكا وين فتح ياليدين، تهبطوا مباشرة مع اوتيل فيكتوريا، هاوليكم اون فاصلي ام محمد. ام محمد راهي فتحت هنا محلها جديد، راهي تولى عيادة الاريج، راهم جيران اون فاصلي هذا الكيوسك كيما راكم تشوفوا هكذا، واحد الكيوسك صغيرون من هي ام محمد لوتيل فيكتوريا. هاي ليكم عيادة الاريج، ومن لتحت قهوة البلاستيك وين يصرفوا الاورو، تخرجوا طول على الخضارة هذوك تاع قهوة البلاستيك، وتخرجوا على كيفاش يقولوا على المجد، مدرسه المجد. ها هي لكم هذه الواجهه باش تشوفوا عليها الطريق اللي تخرجكم طول البلاد الامير، تخرجكم على اوتيل فيكتوريا، اوتيل نسيت اسمه الاخر، اون فرح لي اسمه. المهم نضربوا دوره في الكابيني، نزيدو نديرو حوار صغير مع مريم، شوفوا جديد هنا، تلقاو الدخله، تلقاو الاستقبال، تلقاو البنات في استقبالكم، يشرحوكم، يفهموكم، تقصيوهم سواء الحجامه سواء المساج سواء اي حاجه حابين تستفسروا عليها، البنات هنا يجاوبوكم في الاستقبال. سينو عيطوا في ارقام الهواتف، دوك خلي لكم رقم الهاتف يمشي في الشاشه. هنا الحاجه اللي عجبتني في المقر الجديد، انه اوسع من المقر القديم، شوي ضيق هذا خير كبير، ومسع وضاوي والاضاءه. نشتي كثير الحاجه بيضة، الدنيا نايره، شغل تشوفي كلش قدامك. بسم الله البنات، مرحبا بنا عند عياده الاريج للمره نظن الرابعه ولا الخامسه. المره هذه انا زرناهم بسبب تحويل المقر، كنت هدرت لكم في بدايه لا فيديو على المقر وعلى العنوان الجديد ورقم الهاتف، راه يدور في الشاشه قدامكم. اللي حابه تستفسر، اللي حابه تواصل، اللي حابه تسقسي على الاسعار، تفاصيل اي سؤال تصلوا به مباشره، راحين يردوا عليكم ويكونوا في الخدمه. الان مباشره راحين نروحوا كما نقولوا مع صاحبه العياده اللي هي مريم بودرامه، نشوفوا شويه تفاصيل، تحكي لنا شويه واش عندها في مقر جديد، واش دايروا في حوايج جدد، تفاصيل كامله. مريم مساء النور. مساء الخير. واش راكي مريم لاباسه؟ عايشك ربي يحفظك حبيبتي. مريم قولي لنا المقر الجديد هذا من الاخر بالمختصر المفيد، واش زدتوا لنا فيه، واش درتوا فيه، واش كاين كلش، كي نجي هنا واش نلقى؟ المقر تاعنا بالدرجه الاولى كما كان، كما كان راهو تاع اعاده التاهيل الوظيفي والحركي، خاص بالمساج تاع الكسور والروماتيزم وامراض الظهر وعرق النساء وكذا، هذوك العفايس تاع اعاده التاهيل. اصحاب المساج الكل يجيو هنا. هنايا اللي عندهم كسور، اللي عندهم عمليات، اللي مدير بروش، اللي مركب بلاكا فيسي، اللي مدير هذو العفايس كامل، عنده عرق لاسا، اللي عنده ليغني ديسكال، هذو كامل يقدروا يجيو عندنا. سواء عنده بريه ولا ما عندوش بريه، كي تكون الحاله نعرفوا باللي راهي مستقره ما فيهاش كومبليكاسيون ولا، نقدروا نخدموها بلا بريه. اوكي عادي. زيتو نخدموا مساج تنفسي للولاد، نديروا نحيوا لهم حشاك النخمه هذيك تاع لي بيبيات، تاع لي بيبي يعودوا مع بصدورهم ومنا، نحيوا لهم حشاك النخمه هذيك، ما يستعملوش بزاف لي كومبريمي ولي كورتيكويد ومنا، نروحوا طول نحيوها لهم. حنايا كاين تكنيك هكذا سبيسيال مساج بالنيبيليزور ومنا، ونحيو لهم حشاك النخمه. ودخلنا الحاجه الجديده اللي دخلناها في العلاج تاع المساج، دخلنا لابالنيوثيرابي. لابالنيوثيرابي هذه نديروا علاج بالماء، عندنا هذاك الجاكوزي دايرين فيه ماء سخون، يعني نعالجوا به الامراض، كاين امراض نعالجوهم بالماء، مثلا كيما ليغني ديسكال، كيما اللي عنده يكون عنده البروده في المفاصل، عنده روماتيزم، عنده كاين حوايج بزاف نعالجوهم بالماء، نسميوها لابالنيوثيرابي. هذه كاين حالات بزاف ثاني نعالجوهم بها. وسبا اللي درناه ثاني جديد، سبا فيه حوايج بزاف، راح زدنا على السبا، احنا في العلمه ما عندناش سبا، ما عندناش الحوايج هذو. في حمام سخون يعني بزاف يبرد القلب، عندنا كيسه مش نورمال تنحي الشده، مانيش عقلك تنحي الشده. ما شوفوا غدا الصباح نجيب كارتي ونجي، اليوم ما درتش حسابي. كيسه 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 هايله والله، غير هايله. فيها المره الاولى تدخلي صونا تعرقي شويه هكذا، من بعد تدخلي الحمام دير لك كاسه، عندنا تبريمه مغربيه اوريجينال هايله، جايبينها من المغرب
تخاف هاي لا تجدد الجلد ما نخرج جدد بعد صفار ولا تخرج جديدة خاصة العرايس بقى جاي الصيف ومننا أنا مديرينهم شنوكم مديرين عروض خاصة مديرين ما يمكن يجيوك يقول لكم عندنا رزا زيدي سعديهم أكيد أتهلاو فيهم شوفوا البنات كي تجيو هنا خسرتوا العرايس قولوا لهم فقط جيناكم من عند رزا حزيت الله فيكم مريم كش مدي لكم شوية تخفيض قد ما تقدر يعني طبعا أكيد بقى عندك حمام عندك كاسة عندك صونة عندنا جاكوزي جاكوزي تاعنا عندنا مساج استرخائي باليد ولا باليزاباراي وعندنا بالاحجار الصينيه هذيك الساخنه شوفي يا مريم واش راني مدقدك من اليوم ديري شويه مساج جربي وقولي والله يعني شفنا جربت من قبل جرب المساج تاعكم هاي ما شاء الله مشكل دوكا ولا عندنا مشكل وقت ازمه وقت النهار قصير مي والله لازم الواحد يخطف روحه سينو ما تفرش مرحبا بك مرحبا بك زيدينا مساج جابونيز للراس نديرو للراس للرجلين هذوك ما نعرفوش شنو هكا دي فوا ينعطو دي فيديو ولا يديروا مساج سبيسيال للراس للرجلين باش تنحي الاستخاس هذاك الضغط التوتر هذاك مع اللي كانوا الاولاد يعقبوا في الامتحانات الباك البي ام الضغط للضغط من العيد للعيد ما خرجناش خلاص زيد مع السخانه تجي عقد جديد نشطوا بزاف الخلايا تاع الراس ونحيوا داك الاستخاس بزاف مليح زيدينا مريم واش عندكم عندنا حاجه ثانيه درناها جديده درنا سال دو سبور سال دو سبور بوغ فام للنساء للنساء فقط للنساء فقط عندك اثنين وخميس من الوحده ثلاثه ومن ثلاثه لخمسه كاين زوج افواج زوج افواج واحد من الوحده ثلاثه وكاين واحد من ثلاثه للخمسه سمعتوا على البنات قلت لكم زوج افواج بالاثنين وبالخميس كاين من الوحده ثلاثه وكاين من ثلاثه لخمسه سما نقدر نحضر بالحصه تقدري وكاين نقدر ندير اشتراك الحصه ب 35 الف برك سما رخيصه 35 الف برك وكاين اللي يحب يسلك بالشهر بالحصه اللي يحب يسلك بالشهر يسلك بالحصة ومع الكوتش أمال أختي هي كوتش قاري عليها بزاف وحاجة مليحة بزاف تشوفيها تخدم خدمة مانيفيك لحكمتك تقلبك راشي قمصي بيليك تقلبهم بلاطاي تقلبك ومستعملين معنا تاع سبور مستعملين بزاف الإبر تاع تنحيف إبر تكسير الدهون تخصيص بالجبس لازر راديو فريكونس الحجامة التخصيصية زيوت عندنا زيوت التخصيص ثاني بزاف مليح عندنا أنظمة غذائية تمدهم لهم هي قارية أخصائية تغذية تمد لهم أنظمة سما تتبعهم سما شوفي اللي جيت وانا دير سبور الحين تبعوها من الأول للآخر حتى تولي توصل واش تحوس سواء من الكوتي تاع سبور سواء من الكوتي تاع كلش شوفوا بنات فقط نقاطعك مريم سامحيني بين قوسين اللي حابين يعرفوا تفاصيل تاع كل حاجه دخلوا لي باج تاعهم لا باج تاعهم عياده الاريج بالعربيه هكذا في فيسبوك تلقاوها حاطه كل شيء حاطه التفاصيل كامل كل حاجه واختصاصها وسعرها والتفاصيل كامله زيدي مريم باش ما نسينا في الكوتي هذا تاع سبور ثاني رانا نديرين حصه سبيسيال للحوامل نعاونوهم نعاونوهم هكذا كي تقرا بتزيد ولا نعاونوهم الشهر الاخير هي بتزيد تاع زياده طبيعيه ما تروحش للسيزاريان باش تضرب تزيد باه منا فهمتي نعاونوها بزاف حوايج بالحمام بالحركات بلي بالون ركزي لنا على حاجه سؤال مهم جدا هو الوقت كيف راكم تخدموا هنا نهار الاول كنا نخدموا من 8 ل 1 كان عندهم الناس بزاف انا منهم على بالك الصباح كنا نخدموا كيما كي نحبوا نجيو مثلا على الوحده تي تكوني سكرتي انا نخدموا من 8 حتى ل 5 تاع العشيه من السبت للخميس غير الجمعه ما كانش شوفوا قدكم نخدم من السبت للخميس يوميا من 8 ل 5 تاع العشوة هذا كوتي نساء وعندهم كوتي خاص من هي الفيترينا اللي صورت لكم على برا فيترينا خاصه بالنساء وكوتي من هي غير للرجال سما اللي حابين يجيو في الخدمات هذه تاع النساء راكم تجيو الكوتي نساء اللي حابين يجيو نفس الخدمات في الرجال كاينه نفسها زيدي مريم هذا ما كان ما نسينا والو وهي ونخدموا ثاني كي تعود حمام ولا نخدموا مثلا وحده هي وراجلها حابين يديروا تاع العائله العوائل هي نخدموا من الخمسه ونروح لهي من الخمسه حتى للتسعه سما مثلا انا حابه نجيب ولادي وراجلي وذاك نحب ريزيرفي من الخمسه ونروح لهي ريزيرفي هذيك وحده ريزيرفيها وحده يعني فيها سما سبا ساونا كل شيء حمام ساونا جاكوزي كلش مساج انت يا المراه نديروا احنا نساء والراجل يطلع الفوق يخدم له راجل خلاص سما هذه من الخمسه ونروح من الخمسه ونروح هذه بالرونديفو سير زيدوا لك شنو نسينا ثاني حاجه اللي درناها جديده جبنا بسيكولوج وارتوفونيست حاجه مهمه جدا سيكولوج للناس بزاف اللي عندهم مشاكل نفسيه مع الناس كل الناس عندها مشاكل نفسيه مع المراهقين مع الجيل اللي رانا فيه مع مشاكل زوجيه مع حوايج بزاف عجبنا بسيكولوج عندها خبره في المجال مليحه بزاف هايله وعندنا ارتوفونيست ثاني تعاون الاولاد هذوك اللي ما ينطقوش ما يهضروش سبيسيال تاع الاولاد تاع الاولاد هذا ثاني بالرونديفو عادي يجيو يحكموا يتواصلوا بالرقم نعطيوهم رونديفو ويجيو يعقبوا نورمال اوكي عندنا كيما موالفين حجامه والابر الصينيه والشمع الهوبي الفوطه الناريه هذوك كامل درشاد ذوك العلاقه هذوك كامل كاينين مزال كيما بكري وزمان عندنا تجميل بدون جراحه ثاني فيه كلش
تنظيف البشره، ليدرا فاسيال، التقشير الكيميائي، التقشير الكربوني، الميكروب ليدين غتي الحوايج، بشفار ظفار، لي بيرسينغ، المهم المجال تاع التجميل يكون عندك كلش تجميل بيدو بالجراحه كامله، يدخلوا للباج تاعي برك راني لقاو كلش حاطه التفاصيل كل تما. اي حاجه قالت لكم ثاني تخص التجميل دون جراحه راهي كاينه، تقشير قدمين كامل كامل. شوفوا البنات هما مكاينين دوكا نساو هذاك، حنا ما بقاتش نصور لكم مقر كاملا، لكن نحاول نخطف لكم مقتطفات ولا جوله في المقر. دوك ندورو مع مريم جوله خفيفه فقط وين نقدروا نصوروا، كاين بلايص اللي فيهم النساء دوكا مي يخدموا ولا مي يدربوا ما نقدروش نديرونجيوهم، كاين بلايص وين نقدروا نديروا دوره خفيفه. كاين ثاني حاجه اللي راهي دوموندي بزاف من عند البنات والنساء هما ابره كبير والليفتين والقدره المغربيه وذو هذا كامل عم يدوموندي فيهم. جبنا لهم واحد البرودوي تري زيفيكاس وماهوش كيما نقولوا مضر ولا ما عنده حتى اعراض جانبيه، راه لقينا به نتيجه يعني ما شاء الله. سما اللي حاب يشي يجي واللي حاب يسمعني يجي، عندنا خلطات التسميم خلطات نتمنى يكون الفيديو مفيد ونكون فدتكم بالعنوان الجديد وبالتفاصيل وكل شيء واش عندها. اللي حابين يتعاملوا معها ولا حابين يزوروا مريم مرحبا بكم، المقر راني قلت لكم وين. ايضا راهم فاتحين يوم كامل من السبت الخميس، احسن حاجه ديروها في حياتهم احسن حاجه. انا من قبل كنت نشتي ندير عندها الحجامه، كنت نشتي ندير عندها المساج استرخائي روعه يعني روح جديده، مي كانوا يخدموا غير من 8 ل 1 وانا ديما الوقت ثاني نفس الشيء خدامه ما يساعدنيش، نشتي نروح العشوه دوك يديروا لنا وقت العشوه هايله سما من 8 ل 5 روعه. وكي تحبوا تريزيرفيوها ميم في الليل لا فاميليال ولا بين صحابات ولا عروس هكذا ثاني تقدروا تريزيرفيوها عادي. هنا ندير لكم في جوله، انا تقريبا ما صورناش كلش لانه كاين نساء وداك سما وين ما يخرجوا من بلاصه نصور لكم هذاك المقطع. نتمنى لا فيديو يكون عجبكم، ما تنساوش تخليوا لها كلمه طيبه ودعموها، واللي حاب يتواصل معها والله يتصل ولا يستفسر على اي حاجه عيطوا في ارقام الهواتف ومرحبا بكم كامل. شوفوا منا الحمام، ها العام الحمام راه ماشي جماعيات وحدك، كاينه الكياسه كاينه ذيك التبريمه المغربيه، المهم جاري التجريب وصبروني نجرب ونقول لكم رايي. سينو اللي يستناو في الكواليس وفي الروتين تاعي كي نجربوا ذاك تبعوني في الانستغرام. الايامات الجايه ان شاء الله نخطف عشوه نروح ندير فيها حمام وكياسه وهذا المساج الاسترخائي وهذا التبريمه المغربيه، نجرب كلش ونعطيكم رايي.